من البيئة إلى الفلك، ننتقل إلى موضوع جدا بعد مهم وراح نتطرق فيه. طبعا علم هو يمكن يكون شوي غريب علينا، لكن موضوع لازم نتكلم عنه اللي هو الزلازل. لا تستغربون إن بالكويت الله يكافينا الشر ويبعد عنا إن شاء الله الزلازل والهزات الأرضية، لكن حبينا نتكلم ونسولف مع الدكتور العزيز عبد الله العنزي المشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بدولة الكويت. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير ومسي عليك وعلى المشاهدين بكل خير، واسال الله يحفظ الكويت واهلها من الكوارث والمصائب ان شاء الله. امين يا رب. بس انا شدني المسمى الاخر اللي هو مدير دعم متخذ القرار في الازمات البيئيه. نعم. يعني شيء عندك القرار يعني لا شو نسوي بالقرار؟ مو عندي القرار. نعم. انا ادعم متخذ القرار. شلون تدعمه؟ يعني في اذا صار في قضيه بيئيه، مشكله بيئيه. نعم. المتخذ القرار يحتاج الى معلومه. نعم. محتاج الى سند علمي. نعم. بحيث انه يقدر يدير الازمه، ففرضا اذا قضيه النفوق اللي صارت في الفتره الاخيره او لا قدر الله قضيه صار تلوث هواء بشكل عام، كل ما يختص بالبيئه تحتاج تحتاج معلومه علميه للاستجابه للحدث. نعم. فبالتالي من يساعدك هذا اللي هو الباحث العلمي. فالبرنامج هذا انشا. نعم. معهد كويت للابحاث العلميه. نعم. حديثا. لدعم متخذ القرار اللي هي يا اما تكون هيئه بيئه. نعم. او تكون دفاع ايا كانت الجهات المحتاجه الى المعلومه هذه. ممتاز وموفق ان شاء الله. الله يسلمك يا جماعه. انا شخصيا يمكن استغربت بان هل فعلا عندنا احنا هني هيئه وشبكه تهتم برصد الزلازل بالكويت؟ طبعا احنا في عام 1993 صار. نعم. زلزال في الكويت كان. نعم. قوته 4.8 من 10. 93. نعم. كردة فعل للزلزال هذا صار في نوعا ما قلق بين المواطنين. هل الكويت يعني منطقه زلازل؟ عتونا طالعين من غزو فخايفين. نعم. اي شيء خوف كبير. وصار هلا كبير يعني. نعم. هل الكويت منطقه زلازل؟ هل الزلزال هذا صار داخل الكويت؟ نعم. هل هو خارج الكويت؟ هل هو فعلا زلزال؟ اي هل هو فعلا هل له تاثير على منشاتنا؟ ممتاز. فبالتالي مجلس الوزراء اصدر قرار انه كلف معهد كويت للابحاث العلميه يا معهد انشا شبكه وطنيه لرصد الزلازل. نعم. وهدفها هذه رصد الزلازل سواء كانت محليه او اقليميه او دوليه، وكذلك عمل الدراسات لدراسة مخاطر الزلازل والتقليل. نعم. من مخاطرها. نعم. فبالتالي احنا بدأنا من انشائها من 94. نعم. وبدأنا التسجيل الفعلي للزلازل عام 97 ولحد الآن مستمرين في رصد الزلازل. نعم. ليش التأخير هذا من 94 إلى 97؟ لأن لازم تكون دقيق في اختيار المواقع. نعم. مواقع محطات رصد الزلازل. أنت لا تحتاج إلى دراسة المكان نفسه. نعم. بحيث. نعم. أن تختار مكان يكون فيه اقل ضوضاء. لان انت تحتاج ترصد الزلازل يعني بدقه وبنقاوه، فبالتالي لازم تسوي مسح في دوله الكويت كلها. نعم. وتختار وين الاماكن اللي تحط فيها المحطات. وين الاماكن نقدر نعرفها؟ احنا الحين ركبنا 8 محطات منتشره. نعم. في جميع انحاء الكويت، في عندنا 4 في الشمال و4 في الجنوب، بحيث ان اي زلزال يغطي دوله الكويت كلها. نعم. بالاضافه. أي. الى عندنا احنا رابطين محطاتنا في محطات دوليه. ممتاز. سواء كان في دول التعاون الخليجي او دول العالم. نعم. بالكويت من 93 ذكرت بان حاشنا زلزال الله يكافينا الشر، بالفتره الى اليوم هل كانت في زلازل خفيفه يمكن احنا ما نشعر فيها كمواطنين؟ والله اصدمك، رصدنا تقريبا من 97 لحد الان تقريبا 2000 زلزال في الكويت. لا حول ولا قوة الا بالله. لكن مثل ما قلت هي زلازل معظمها ضعيفه الى متوسط القوه، يعني احنا ما نحس فيها؟ غير محسوسه، المحسوسه يعني ما تعدى 15 زلزال اللي هي قوه 3 4 8. كل 15 هذا متى حسينا فيه؟ قول لنا التواريخ. لا لا في ناس حسوا فيه وصار. نعم. في يعني في عندك في 97، في 2003، في شيء قريب، في 2008، في قبل فتره كان زلزال قوه 3 وكان زلزال قوه 4 وشعر فيه الناس. صح. لكن. صح. معظم الزلازل هذه يعني احنا نعتبرها ضعيفه الى متوسط القوه، ليست مدمره. نعم. كالزلازل اللي تصير في برا، يعني مجرد اهتزاز في المباني. شنو اقوى درجه وصلنا لها؟ 4.8 من 10، هذا اقوى زلزال رصدناه عندنا في دوله الكويت. مقارنه بقوه اخرى من دوله ثانيه شنو هي؟ لا في يوصل 9 و9.5. اشرح لي يعني هو في يعني متى عفوا يبدي مثلا الله يكافينا الشر الدمار؟ اي لا شوف احنا الزلزال في مقياس يسمونه مقياس الاختار هو. نعم. من 1 الى. نعم. الى 9. واحد يمكن ما تشعر فيه، 2. نعم. ما تشعر فيه، 3 يمكن تشعر فيه. يبدا الزلزال يكون مؤثر من بدايه 4. دائما المهندسين. نعم. لما يسوون يصمموا مبانيهم يبدون ياخذون الزلازل اللي قوتها 4 وفوق، اللي ممكن تسوي شيء، اللي ممكن قد تاثر على البنيان. 5 6 7 كل ما زد. نعم. كل ما يكون تاثير اكثر. نعم. ودماره يكون اكثر. نعم. احنا في الكويت
نوعا ما متوسط القوة الحمد لله، لا ما ذكرنا ان هناك في حوادث او انهيارات مباني. الله يكافينا الشر، نبي ضعيف بعد ما نبي هو ضعيف موجوده. عندنا تقرير مع الباحثه فرح الجري نشوفها مع بعض. هذا الجهاز قديم كان يستخدمونه في رصد الزلازل، واستبدلوه طبعا حاليا في السايزموميتر اللي هو الجهاز الجديد لرصد الزلازل. طبعا من اسباب الزلازل اللي هي الصدوع اللي تكون في باطن الارض، ففي حال صار زلزال او صار في اي انكسار راح تطلع منه موجات، هذه الموجات السايزميه راح تنتشر في الارض، راح ترصدها المحطات اللي احنا حاطينها اللي هي 9 محطات في دوله الكويت. كل محطة عبارة عن لاين، وهذا اللاين راح يرصد لي أي اهتزازة أو أي موجات سايزمية موجودة، سواء كان الزلزال بالكويت أو في منطقة إقليمية نفس العراق أو إيران أو في العالم. الشبكة الوطنية الكويتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية تتكون من 9 محطات، هذه المحطات موزعة في أرجاء البلد حسب تكتونية المنطقة. الدوائر الحمر اللي هي عبارة عن هذه المحطات، محطات رصد الزلازل، كل محطة تتكون من حفرة 3 إلى 4 متر تقريبا في باطن الأرض، تتكون من جهاز يرصد الزلازل أو يرصد الهزات الأرضية، وهذا الجهاز عبارة عن اسمه السايزموميتر. طبعا هذا الجهاز وظيفته أنه هو يحول الهزات الأرضية، هو يعتبر كسماعة أرضية، كسماعة أرضية ترصد أي هزة أرضية وتحولها إلى تيار كهربائي، وهذا التيار الكهربائي يتم معالجته في جهاز وحدة الترقيم والقياس ويحوله إلى موجات سايزمية عشان إحنا نقدر نقراها. أهم في سنة 2015 رصدنا زلزالين يعتبرون كبار، وواحد منهم يعتبر أكبر زلزال رصدناه منذ إنشاء الشبكة سنة 1997، كانت قوته 4.5، كان في منطقة المناقيش. شفنا تقرير عن زلازل، الله يكافينا الشر ان شاء الله يا رب. عموما احنا ما شفنا صور، يعني احنا كنا شايفينها بالافلام، لكن قلت جمله حلوه دكتور عبد الله بان مو المهم انك تعرف متى يصير الزلزال، المهم انك انت تكون جاهز له. نعم، هو قضيه، شوف احنا اهم شيء في قضيه انشاء المحطات رصد الزلازل ليس مجرد رصد الزلازل. نعم، احنا نستخدم المعلومات اللي نستورد من محطات رصد الزلازل على اساس انه بحيث ان نعرف هل الزلازل هذه مؤثره على منشاتنا. نعم. ولا لا، اذا كانت مؤثره على منشاتنا لابد احنا نستعد لها. نعم. احنا دائما في عندنا مقوله الزلازل لا تقتل، المباني هي اللي تقتل. نعم صح. الزلزال نعم هي كارثه طبيعيه تؤدي الى مقتل الاف الناس وتؤدي الى خسائر ماديه كبيره، يعني شوف العالم. اي نعم، يعني نشوف في زلزال اذا صار زلزال يمكن 50,000 و100,000 و200,000، لكن هذا تحدث فيه الحوادث غير مستعده. فبالتالي انا اكون احنا الكويت مستعدين مثل ما قلت. الحمد لله لا في عندنا كود زلزالي موجود، الحمد لله زين، لكن كود عالمي والان راح يطبق كود زلزالي خليجي موحد. نعم، لكن نحتاج ان يكون عندنا زلزال خاص فينا في دوله الكويت، وهذا ان شاء الله في مشتغلين فيه المرحله القادمه ان شاء الله. شنو تقصد فيه الكود زلزالي؟ انك تصمم مبنى زين مطابق المواصفات بحيث لا قدر الله صار زلزال. نعم. ان المبنى هذا يتحمل الزلزال هذا بحيث انه ما يصير عليه اضرار. سواء كان انهيارات او تشققات في البنيه البنيه للمبنى نفسه. نعم. والابراج. نعم. نعم. احنا بالكويت ما عندنا هذا الاستعداد او هذا الشيء؟ الكود موجود. نعم. لكن الحين في الفتره الحاليه صار في عندنا ابراج. نعم. الابراج هذه تحتاج كود خاص فيها. احنا ما عندنا الكود هذا، احنا كنا عندنا كود عالمي. نعم. فبالتالي احنا لازم نسوي كود خاص فينا. نعم. للابراج. نعم. هذه ايه احنا سوينا الحين، طبعا احنا في عام في 94 بدينا دراسه سوينا مخاطر الزلازل. اذا لا قدر الله صار زلزال في الكويت او في جبال زاجر. نعم. شنو تاثير على الكويت؟ نعم. احنا وجدنا تاثير محدود. سوينا دراسه ثانيه تاثير التربه على الزلزال نفسه، لان
الزلزال إذا مر في تربة معينة مثل تربة طينية راح يؤدي لتضخيم الموجة الزلزالية، فبالتالي راح يكون ضرر أكبر. أعطيك على سبيل المثال في لوس أنجلس في الثمانينات صار زلزال، لوس أنجلس ما تأثروا فيه، من تأثر فيه؟ نيو مكسيكو في المكسيك. صار أدى إلى دمار هائل مقتل آلاف. سبب شنو؟ إن مدينة نيو مكسيكو في طبقة رسوبية طينية، فدخلت الموجات الزلزالية في رسوبها وبدأت تلعب داخل المنطقة هذه، أدت إلى دمار. فبالتالي الآن نبدأ عندنا الحين دراسة اللي هي ندرس مدى استجابة المباني للزلازل. المباني الموجودة راح نختار كذا برج وراح نركب عليه أجهزة ونشوف استجابة المباني للزلازل. وفي أبراج مرشحة عندكم؟ يعني في عندنا أبراج مرشحة عندنا، والحين قاعد نحاول أن نتكلم مع الجهات المسؤولة عن الأبراج هذه أن نركب أجهزة عندهم، وبالتالي نبدأ برقبتها، وهذا يكون أساس لمرحلة وضع الكود الزلزالي للكويت. أخذتني لسؤال ثاني دكتور، الحين أبراج ما شاء الله الكويت الحين قاعد تعمر ما شاء الله، أبراج عندنا كثيرة من غير ذكر أسماء، أي برج الآن ينشأ هل تتم يعني تتم تدعيمه من ناحية الموضوع هذا؟ مفروض يعني في هناك رقابه من جهات الدوله ان لا تقام منشاه مفروض عليهم، ايه مفروض يعني عليهم لازم. ايه هذا الاساسي، يعني انت قاعد تحط كود مثلا اجراءات السلامه للمباني صح، هذه احد الكود المفروض انه يكون في الابراج هذه، هذا لزاما. اي نعم، يعني يجون احنا يجون بعض الشركات يجون ياخذون منا المعلومات الزلزاليه وبعض البيانات الزلزاليه على اساس انه يسوي يصمم المبنى بحيث انه يقاوم الزلزال، هذه المفروض منها. نعم، العالم كله قلت لي عندك يعني بعض الزلازل العالمية اللي ممكن بين الواحد يعني يتعظ فيها ويأخذ عبرة منها. طبعا في الزلازل أقوى زلزال صار في عندنا في تشيلي، يعني في فترة قبل يمكن في 1920 أو 1930، هذا زلزال أدى إلى مقتل كثير من الناس، وكذلك في قبل فترة في زلزال في هايتي أدى إلى مقتل 200 جزيرة هايتي. نعم، إحنا دائما قاعد نقول يعني المباني لا تقتل، الزلازل لا تقتل لكن المباني تقتل. في بعض المدن يعني من دول مجاورة زي مبانيها ضعيفة، فبالتالي أي زلزال قوته 4 أو 5 زين يؤدي إلى مقتل آلاف. يعني في إيران زلزال بام اللي صار، الصدع المسبب للزلزال في وسط المدينة، حدث زلزال قوته 5 تقريبا أدى مقتل إلى 50,000 شخص. لكن في اليابان وبعض الدول يصير قوة الزلزال 9 لكن لا يؤدي إلى مقتل الناس. ليش؟ لأن مبانيها مقاومة للزلازل هذه. سليمة. نعم سليمة. وفي بعض الدول الحين يعني مثل ما قلت لك الدول بعض الدول قاعد تستعد، متوقع أن راح يصير عندها زلزال ومتوقع أن يصير زلزال قوي راح يؤدي إلى مقتل آلاف الناس. شنو الدول هذه سوت؟ بدأت تستعد لها. شلون تستعد لها؟ اول شيء اي مبنى جديد لازم يكون طابق المواصفات الكود الزلزالي. ممتاز. الشيء الثاني قاعد تشجع اصحاب العمارات القديمه انهم يهدون مبانيهم وتعطيهم تسهيلات انه يبنون اعاده بنائهم من جديد. قاعد تساعدهم لان هم متوقعين، يعني هي احد دول البحر الابيض المتوسط متوقعين ان خلال 40 سنه انه راح يصير زلزال في المنطقه، وهذا راح يؤدي الى مقتل كثير من الناس ودمار كثير من المباني. هم الان مستعدين. وفي دولة ثانية هم مدينة كبيرة متوقعين فيها زلزال أقوى من الدولة هذه، لكن غير مستعدين. يدرون عندهم المعلومات، عندهم الأرقام، يدرون عندهم المعلومات هذه. زين شلون مستعدين يا دكتور؟ غير مستعدين، قاعد أقول غير مستعدين. هذا موضوع كبير هذا. يعني المفروض أنه قاعد أقول لك يجب أن إحنا ليس الهدف من إنشاء المحطات أنه والله نرصد الزلازل، لكن للاستعداد للزلازل. الاستعداد مثل ما ذكرت، احنا ما شاء الله لله الحمد الكويت الحمد لله رب مستعدين. وهل الزلازل له ارتباط كبير بوجوده قريب من السواحل البحريه، وجود البراكين مثل ما هي موجوده في اليابان؟ هل هذا احد اسبابه؟ هو شوف في هناك في حزام احزمه يتحدث فيها الزلازل. احنا في عندنا اسمه نظريه الصفائح التكتونيه، هي الارض عباره عن صفائح. الصفائح هذه اما انها تتباعد او انها تتداخل. في حدود الصفائح هذه اكثر اماكن تحدث فيها الزلازل. احنا بالمنطقه القريبه عندنا في منطقه جبال زاجرس، جبال زاجرس في عندنا صفيحه الاسيا اوروبيه وصفيحه العربيه قاعد تتداخل فيما بينها. التداخل هذا يسبب انكسار في طبقات الارض وبالتالي تحدث فيها زلازل. فهي في منطقه جبال هذه اكثر مناطق نشطه زلزاليا.
قضية السواحل، احنا بعض الاحيان لما يصير زلزال عندنا في الكويت، من اكثر الناس يشعرون في الزلزال هذه المدن القريبة من الساحل، صوب البحر. اي ليش بهذه؟ لان مثل ما قلت لك طبيعة التربة تساعد على تضخيم الموجة الزلزالية، فبالتالي الشعور في الزلازل يقول لك والله انا في الامارات اللي في المناطق على الساحل مثلا في السالمية يشعرون فيه، لكن لو يقول لك والله في داخل الديرة انا ما اشعر فيه. صح، السبب ان طبيعه التربه قد تؤدي الى تضخيم الموجه الزلزاليه. يعني الحين البيت على البحر مستانس نقول ادير بالك. وطبعا لا، في عامل ثاني اللي هي قضيه الارتفاع المبنى. يعني اللي ساكنين في عمارات زين راح يشعرون بالزلازل اكثر من والله البيوت العاديه، لان كل ما ارتفع المبنى كل ما الاهتزاز يكون اكثر. صح. دكتور، سؤال اخير، هل تستقبلون طلبه مدارس عندهم موضوع معين عن الزلازل يطلعون يشوفون؟ احنا والله يعني بين فتره وفتره يجونا طلبه، يعني ننشر بين الوعي لقضية اللي هي ثقافة الزلازل. نعم. شنو الزلازل، شلون والله يعني نتحذر إذا كان في زلازل. يمكن بالكويت ما عندنا زلازل قوية، لكن قد يكون يسافرون لدول تحت فيها زلازل. نعم. فبالتالي شنو الإجراءات المفروض يسوونها. فإحنا ننشر الوعي بين فترة، وكذلك عندنا يجونا بساعات طلبة دراسات عليا زين، نعطيهم المعلومات الزلزاليه هذه تساعدهم في بحوثهم. احنا اليوم خرعنا العالم، الحين الكويتيين من بيئه لفلك ونيزك، واليوم زلازل، فما حد بيسافر، الكل بيقعد بالكويت. عسى الله يحفظ الكويت واهلها ان شاء الله من الزلازل والمصايب ان شاء الله. امين يا رب. احنا طبعا شاكرين لك، وايضا باسمكم مشاهدينا نشكر الدكتور عبد الله العنزي المشرف على الشبكه الوطنيه لرصد عدس الزلازل بدوله الكويت، ونشوفكم باذن الله على خير باكر. مع السلامه، تصبحون على خير.